اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان مشاهدي برنامج عبر الكتاب برحب بكم وبهنيكم بعام جديد بسنه جديده ربنا يدهلنا فيها كل الاخبار السارة لحياتنا وفيها النمو وفيها الخير على كل ايامنا القادمه بشكركم على متابعتنا في العام الماضي بشكركم على تدعيمكم بصلواتكم لينا في العام الماضي واتمنى لكم عام سعيد من جميع الجهات وجميع الاتجاهات فيه باسم يسوع برحب بكم في حلقة جديدة أولى حلقاتنا في العام الجديد برحب بك دكتور أشرف وكل سنة وانت طيب برحب بك أخي بيتر وكمان بقول لك كل سنة وانت طيب ولكل الإخوة المشاهدين لبرنامج عبر القناة عبر كتاب وكمان قناة الحياة في كل مكان بنقول لكم كل سنة وحضراتكم بكل خير وسلام أمين أمين النهارده يعني بداية السنة <applause> وداخلين بسؤال بس يعني زي ما ربنا بيقودنا احنا ترتيب كان الدكتور أشرف كان كنا مرتبين نكمل دراستنا زي ما أنتم متعودين في العهد القديم وكنا ماشيين بتسلسل ومكملين فعلا فيه بس أوقات كده ربنا بيودينا لموضوعات مهمة وإحنا بنحس بالإحتياج بال... وده الأهم الإحتياج ال... ال... الناس عايزاه تكون بتسال اسئله مهمه جدا واسئله هامه جدا كلنا بنسالها في ظروف صعبه وعايزين اجوبه واضحه من كلمه الله تريحنا وتشفي كل اوجعنا بالذات في الايام الماضيه بعد ما سمعنا وشفنا كلنا الاحداث المؤسفه اللي حصلت لاخواتنا في مصر فالنهارده بنبدا بسؤال مهم جدا هو لماذا يسمح الله بالشر هتوجه بالسؤال للدكتور أشرف طبعا احنا في البداية بنعزي كل الأسر اللي اتضرت نتيجة العمل الإرهابي م. اللي تم من كام يوم في حلوان بنصلي لأجلهم بنصلي لأجل تعزية للأسر ولأجل أيضا تجديد لهم والمصابين كمان بنصلي لأجل شفائهم وبعد الحادث دار نقاش كده على السوشيال ميديا آه، احنا بنؤمن ان الله هو ضابط الكل فاذا كان الله ضابط الكل فلماذا يحدث الشر مم. لماذا يحدث القتل مم. يعني ليه ليه ام آه، تاخد بناتها وتروح بيهم الكنيسه وبعد ما يخلص القداس آه، تاخدهم علشان توديهم للدرس وياتي و... ويق... نحوها شخص ارهابي راكب موتوسيكل لكن نتيجة الحفرة في الأرض يقع بموتوسيكله فتجرى عليه الأم عشان تطمن عليه مم. وتساعده وتقول باسم يسوع أنت بخير فيطلع مسدسه و ويقتلها ليه, ليه لي أسر عايشة في أمان وسلام تشرد وتطرد من بيوتها ليه ناس في كنيسة بيصلوا يدخل إرهابي ويفجر المكان لماذا الشر؟ لماذا الشر؟ هل, هل اللي مكتوب على الجبين لازم ترى العين طبعا فكري مش كتابي نهائي لان احنا لا نؤمن بهذا الفكر القدرية ولا ليه ربنا بيسمح بشر أليس هذا شرا يعني أليس القتل شرا أليس التشريد شرا أليس الظلم شر أليس العنف شر أليس الانتقام شر طب فين ربنا يعني لماذا يسمح الله ولماذا السؤال الأكبر مش لماذا يسمح الله عند المؤمنين أوقات كتيرة بيكون السؤال لماذا يصمت الله؟ يعني وفي ب... يعني هو هو في سؤال كمان بيسأله المتألم أكتر واللي, واللي واللي تعرض أكتر بنفسه يعني احنا موجوعين لسماع الأخبار لكن اللي جوه الحدث نفسه أهالي الناس اللي فقدت وإلى آخره الناس دي عندها سؤال كبير أوي 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 ليه ربنا ما نجانيش وما حفظنيش وانا رايح كمان امتى رايح الصبح يوم الجمعه ليه الكنيسه مش رايح حتى شغلي مش رايح اقابل صديقي او ده انا رايح اصلي واعبده وامجده في حياتي ازاي ربنا ما يحمينيش لان هو حضرتك زي ما قلت كليه القدره وكليه الصلاح ده سؤال آه مهم طبعا يعني. طبعا خلوني في البدايه برضو اقول حاجه مهمه قوي انه احنا ما عندناش الاجابه الكامله الوافية على كل, حاجة. على كل سؤال طبعًا. لازم نقول الكلام ده ونكون صريحين مع انفسنا م. الله لم يعلن كل شيء للانسان ولم يجيب على كل سؤال ده منذ القديم يعني فاحنا بندور في الكتاب المقدس وبنحاول نخرج من الكتاب المقدس باللي ربنا و والنور آه اللي ربنا نور بيه في الكلمه وفي شخص يسوع المسيح له كل المجد فنقدر نقول ان احنا مقتنعين او مؤمنين او متمسكين بواحد اثنين ثلاثة تمام. بس خليني الاول ابدا انه العالم بثلاث او اربع نقط مهمين جدا م. لازم ندرك انه العالم مليء بكل انواع الشرور يعني هناك ظلم هناك نجاسه هناك استغلال النفوذ والقوة هناك حروب هناك موت هناك كوارث هناك امراض ارواح شريره عباده شياطين اوثان سحر سرقه كذب تدين جاذب تدين كاذب تجديف مجاعات هناك ففيش مكان على وجه الارض مؤامرات بالظبط مفيش مكان مفهوش آآ ألم. آآ الم قد تختلف النسبه م. كويس لكن كل مكان على وجه الارض هناك الام ومعاناه الام ومعاناه م. فالعالم مليء بكل انواع الشرور سواء كان شر اخلاقي او كوارث طبيعية او غيره لكن في كل مكان ما نقدرش نهرب يعني حتى لو فكرنا ممكن واحد يهرب من مكان اه ممكن مكان يبقى فيه الشر اكثر والخطر اكثر والضرر اكثر آه والظلم اكثر عن مكان اخر لكن ده لا يعني ابدا ان حتى احنا في امريكا ممكن تجد خبر في النيوز انه واحد دخل مدرسة ودخل بكام مسدس وقتل اطفال ابرياء يعني 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 ففي كل مكان يوجد يوجد شر ويوجد قضاء في آه. الشرير كل البشر بدون استثناء يعني وانا هنا مش بزيف لكم بشره لكن بقول حقيقه كل البشر بدون استثناء يشربون من كاس الالم فيش بيت مفهوش مريض مفيش بيت ما عندوش احتياج مفيش بيت ما اختبرش الظلم مفيش بيت ما اختبرش الموت مفيش بيت ما اختبرش المرض, المرض. يعني هناك هناك في كل بيت ويمكن كل شخص، وعلى فكره كل ما نعيش اكثر كل ما هيبقى الالم اكثر، يعني يعني اللي بيعيش يعني. 80 سنه بيرى في حياته كثير، يعني آه لكن الالم موجود في كل بيت ولا يوجد انسان مستثنى عن الالم و و وكاس الالم. المؤمن قد يتالم اكثر من غيره. نتيجه الكتاب علمنا كده في العالم سيكون لكم ضيق ورسول بولس قال في سفر الرؤيا ايضا الرب كلمنا قال من اجل كلمه الله ومن اجل شهاده يسوع المسيح. يعني في مضطهدين ومتالمين من اجل كلمه الله ومن اجل شهاده يسوع المسيح م. يعني يعني في, في 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 بلادنا العربيه ناس امنت بالمسيح ولانها امنت بالمسيح تالمت يعني لو ما كانتش امنت بالمسيح ما كانتش تالمت لكن بتدفع ثمن ايمانها، وضعت في السجون، اتحرمت من الاسر، في شمال افريقيا، في البلاد العربية، فالكنيسة الأولى مرت بنفس الآلام ومزلت. والمعاناة وما زالت الكنيسة في كل مكان بتضطهد، كل الذين يريدون أن يعيشوا بالبر والتقوى يضطهدون، بتضحضون. يعني دي ضريبة ف... الإيمان فدي ضريبة الإيمان، الألم والشر نهايته الوحيدة هي مع نهاية العالم هينتهي امتى في الاخر لأنه العالم وضع في الشرير كل الخليقة تئن وتتمخض معا دي حقائق إذا أدركناها في البداية بتساعدنا شوية في فهمنا أنه يعني نحط الموضوع في إطاره الصحيح كويس أجي بقى الكلام عن الله سؤال عن الله ليس بالسؤال الجديد يعني النهارده لما بنسال طب فين الله أيوة. السؤال ده مش احنا اخترعناه السؤال ده طرحه على فكره رجال اتقياء للرب عاشوا معاه ووجدوا حيره اوكي طب احنا عارفين قدرتك وعارفين صلاحك وعارفين رحمتك وعارفين محبتك بس لما بتحصل اشياء بتجعلنا نتساءل وكويس ان الواحد يتساءل وياخد السؤال للرب لأنه الرب ممكن يجاوب ويعطي لك إجابة يعني مثلاً هقول بعض الأشياء السؤال ده طرحه قبل كده كتير من الناس أين الله؟ طرحه داود لماذا تنساني كل النسيان طرحه أرمية وأيوب وحبقوك وإليا إلى أخر هاخد بس بعض النماذج الكتابية أرمية قال إيه؟ أرمية قال أبر أنت من أن أخصمك يعني كأنه بيقول الرب على فكرة أنا مش فاهم و و و واللي مش فاهمه ده ممكن يسبب لي ان انا اخصمك يعني انا انا انت ليه بتعمل كده؟ ابر انت من ان اخصمك لكن اكلمك من جهه احكامك. طب انت ارميه مش مش واثق في احكام الرب؟ انا واثق في احكام الرب، بس انا مش قادر افهم هو ليه ربنا بيسمح بدي او بيعمل لي، لماذا، شوف بقى السؤال، آه. لماذا تنجح طريق الاشرار اطمئن كل الغادرون غدرا، يعني ليه ليه الشخص اللي يروح ي... ي... مثلا آآ آآ يقتل يرجع الى بيته ومطمن والشخص المسكين البريء يموت لماذا تنجح طريق الاشرار او تنجح طريق الاشرار ليه ليه الاشرار ناجحين مش ده سؤال اوقات الناس بتساله واساف سال واساف سال نفس السؤال في مزمور 73 انه لولا قليل لزلت قدماي انه صالح هو الرب الإسرائيلي دي القاعده العامه بس لماذا تنجح طريق الأشرار اللي اطمأن كل الغادرون غدرا ارميا بيسأل السؤال ده الرب وأوقات كتيرة طب رب ليه الإرهابيين مطمئنين م. ليه ما يجيش مثلا كده وباء في يوم وليلة وياخدهم كلهم ويريحنا منهم م. ليه ليه رب ما ترسلش نار زي ما أرسلت نار على سدوم وعمورة وتحرق كل معسكراتهم وكل ما, ما لهم ليه يا رب هم مطمئنين ليه هل لانه انت لا تبالي مثلا او هل انت موافق على شرهم او ليه السؤال ده بيتسال مم. كويس إيه الشخص تاني سال سؤال اخر مم. ايوب قال رب مم. لماذا تحيا الاشرار مم. ليه بيحيوا ما ما ما, ما تقصف عمرهم مم. من البدايه ويا شيخون مش بس بيحيوا لكن من هم يا شيخون يعني مم. مش بي مش بيموتوا آه ناقصين عمر مم. نعم ويتجبرون. ويتجبرون قوه يعني يعني <applause> مش بس انهم بيكبروا في السن وبيعيشوا فتره طويله فالمهم بتقيم. ومعاناتهم للناس بتزداد وظلمهم للناس لا ده كمان التجبر بتاعهم والقوه بتاعتهم بتزداد بتزداد ليه يا رب انت بتجعلهم يحيون مم. طيب سؤال اخر حبقوق حبقوق كان شايف الظلم في إسرائيل وكان شايف إعوجاج القضاء وكان شايف الشر اللي موجود وكان بيدعو لرب رب تدخل اوقف هذا الشر اوقف هذا الظلم يقول كده حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع م. يعني أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص م. لما تريني إثما ليه أنا شايف بعني الإثم حواليا وتبصر جورا وقدامي اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمه نفسها لذلك جمدت الشريعه يعني حتى الشريعه الالهيه شعب الرب مش بيطبقها جمدت الشريعه ولا يخرج الحكم بتا واذا خرج الحكم يخرج معوجا لان الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا ليه يا رب ده مش انت اللي اعطيت الشريعه دي وانت اللي قلت ان الانسان اللي هيكسر الشريعه والانسان اللي مش هيحيا بالبر والتقوى ان انت هتدينه لماذا ارى الظلم حولي لما تريني اثما وتبصر جورا وقدامي اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمه نفسها ليه الاسئله دي يعني الاسئله دي سالها اكتر من حد في العهد القديم انا جبت نماذج بس جبت يعني فيه؟ انا عارف انه في كتير اكتر من كده آه. واساف وغيره هل السؤال المتكرر اللي كل الناس في العهد القديم الانبياء صرخوا منه واعلنوا حيرتهم فيه اتجاوب عليه آه قبل ما اقول لك اتجاوب عليه طبعا الرب جاوب مم. يعني الرب جاوب في العهد القديم؟ اه جاوب جاوب حبقوك وإجابة الرب لحبقوق ما عجبتش حبقوق يعني يعني الرب قال له أنا بأقيم أمة أسنانها كأسنان الأسد وأمة قوية كان بيتكلم على بابل وهتيجي تديني الشعب فقال له ازاي؟ ازاي يا رب؟ يعني أنت هتجيب أشرار ناس أكثر شرًا يدينوا شعبك اللي هو أقل شرًا يعني يعني إزاي تجيب الفجار أو الأثمة أو يدينو الأمم يدينوا يدينوا شعبك ده دول م. برضو حتى الخطاة دول شعبك. يعني إحنا ماشي وحشين. إحنا بس وحشين بس أنت جبت أوحش مننا يديننا. شعب متجبر علينا. آه. بالظبط. آه. فإجابة الرب لحبقوك خلت حبقوك برضو في حيرة. هو النقطة النقطة الأساسية إحنا لازم ندرك محدوديتنا كبشر. في الفهم يعني في الفهم. موضوع الألم ليس موضوع فلسفي ولا 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 ينفع انه يتحل فلسفيا. موضوع الألم والشر بيقول لي حاجة إن كنت عندي أسئلة لحد النهاردة. بيقول لي إن رب ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لابد إن احنا نتضع قدام رب لابد م. لابد ان احنا ندرك ان احنا قدام اله ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصينا لكن كمان يا رب ده انت يعني في فكرك وفي فهمك ليس لك استقصاء يعني فاحنا بنيجي قدام الرب بيطمنا وبيقول لنا حاجات كثيره عن شخص وهنشوفها وتفهمنا الموضوع ده كويس لكن محدش ما حدش يقدر يقول لك انه اي هاف ذا فاينل انسر ما عنديش الاجابه النهائيه عندنا عندنا نور وضوء وطمانينه وسلام وتاريخ و و معاملات الله بيكشف لنا حكمته وبياكد لنا حكمته بيأكد لنا سيطرته بيأكد لنا انه هو يعني ضابط الكل فعلا وبيأكد لينا صلاحه بيأكد لينا دينونته أيضا للخطاة تاريخ كله من أي كتاب مقدس كل ما كتب كتب من أجل تعلمنا نحن فنشوف دون بيقول لنا إيه ونحاول هل, هل, اختلاف نوعية الألم من شخص الآخر أو من مؤمن إحنا بنكلم طبعا الشخص المؤمن اللي بيسأل السؤال دوت لأنه يهمه يعرف ربنا عايز إيه منه لكن الخاطي طبعا إحنا عارفين هو اتجاهه إيه أصلا يعني ممكن يسب ويلعن الدنيا باللي فيها بل... لكن احنا بنكلم الشخص المؤمن المتالم سواء مريض او عنده كارثه في حياته او قتل حد من عيلته بشكل بشع اختلاف نوعيه الالم ما بين ال... ما بين عيله والتانية او ما بين شخص والتاني ما بين نوعيه قاسيه قوي ونوعيه بسيطه شويه بس كله متالم هل ده وراه مقاصد الهيه ناحيه كل واحد مختلف عن الاخر آه... يبقى انا كده خلصت الحلقه طيب اوكي <تصفيق> <تصفيق> <applause> هتكلم عن الجزء ده لانه فهمنا للصوره كلها بيدينا طمانينه حتى لو احنا جزء من الصوره دي يعني الصوره دي مكونه من من مني ومنك فهمنا ليها كلها بيخليني ادرك انه انا في المكان الصح واللي ربنا ممكن يعني اكتاس فيه من الام ومعاناه انا عارف انه ايضا الرب بيحوله للخير وبيصنع في حياتي امر ما قد يفوق ادراكي وقد ارى وقد ارى في حياتك ايضا اللي عمله الرب زي ما ايوب راى في حياته اللي عمله الرب وازاي الرب حول حياه ايوب وباركه في الاخر لكن الجزء ده اللي انت سؤال اللي انت بتساله سؤال مهم جدا طبعا انا عايز اقول حاجه قبل حضرتك تجاوب النوعين من المتألمين ده بيسأل سؤاله وده بيسأل سؤال اه اه طبعا المتألم بكارثه كبيره قوي زي اخواتنا اللي فقدوا ناس جوه اسرهم بيقولوا ليه احنا بالذات اللي حصل لنا كده؟ ده سؤال منطقي اشمعنا الناس كلها؟ التاني بقى اللي ما حصلوش بمجرد ما يسمع يقول طب مش كان ممكن انا طب اشمعنى انا اللي ما حصليش؟ فالاتنين عندهم سؤالين عكس بعض ده بي ده بيرجعني الى الى مره جم سألوا الرب يسوع قالوا له ايه رايك في اللي كانوا في البرج مم. كان في ناس في البرج آه. وسقط عليهم البرج اه سلوان. هل كانوا هل كانوا اكثر شرا من اللي, اللي ماتوا اللي ماتوا اللي أقصر. وقع عليهم البرج آه. هل دول اللي وقع عليهم البرج هم اكثر شرا مم. من الاخرين طبعا الرب ما دخلش في اجابه فلسفيه مم. الرب قال لهم جميعكم تهلكون ان لم, إن تتوب. لم تتوبوا مم. ف حصلت مصيبة المصيبة دي ممكن تخليني أنا فين من الرب أنا ممكن ما تحصل لي أنا بكرة أنا هروح فين إن لم أتوب عن خطيتي فأنا هالك أنا ماليش دعوة دول ده سيبهم للرب الرب هو اللي يقدر إنه يعرف قلوب هؤلاء كويس إن كانوا أشرار أو غير أشرار يعني مش معنى إن أنا ما حصل نفس اللي حصل له يبقى أنا أبر منه بالظبط بالظبط فيعني إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون فالنقطه الاساسيه الرب عايز يقولها لما تحصل مصيبه اسال نفسك انت لو حصلت لك م. نفس الحدث وموت م. هتكون مع الرب ولا هتكون في جهنم ده اهم سؤال ده اهم سؤال م. يعني الرب حوله من نقاش فلسفي الى دعوه شخصيه للتوبه وللرجوع بالضبط يعني فطبعا بالنسبه للبعض موضوع الالم هو موضوع شك في وجود الله من اساسه م. يعني بيقول لك انه بما انه الشر موجود يبقى الله مش موجود يعني لان الله لو كان موجود والله كلي القدره وكلي الصلاح يبقى وجود الشر ده يعني بينفي يبقى يبقى وجود مفروض الله يبقى فيش مجاعات طبعاً. وفقر و... وعشان كده اتحط في الاتي يعني م. انه فاذا قلنا ان الله كلي القدره وكامل الصلاح فكيف يسمح بالشر م. هل عنده الاراده ان يمنع الشر لكن تنقصه القدره آه. يعني هو صالح ومش عايز الشر يحصل فتنقصه القدره ولا هو عنده القدره لكن تنقصه الاراده وبالتالي ما يكونش اله صالح 100% ده اللي بيحطوا الملحدين واللي بيشكوا في وجود الله كاساس لمشكله الشر والالم لان هم لا يدركون ان العالم كله قد وضع في الشر؟ بالظبط النقطه الاساسيه بقى خلينا نعرف الشر يعني ربك. يمكن انا كتير قوي قريت في الموضوع ده وقليلين قوي اللي هم حاولوا يعرف يعني يعني يتكلم عن الشر نتكلم عنه بصفه عامه كده لكن ايه هو تعريف الشر ما هو شر ازاي ازاي نقدر نعرف الشر وايه هو فعلا شر اولا الحاجه الاولانيه الشر ليس شيء بمعنى ليس عنصر مادي يعني يعني يوم ما ربنا خلق الشمس والقمر والارض والسما والنجوم والانسان والحيوانات ما خلقش كده عنصر مادي اسمه, اسمه الشر, الشر. كويس ولا هو إله آخر منافس لله زي ما الأمم الوثنية كانت بتؤمن أن وجود إله خير وإله شر كويس لأنه إحنا إيمانا بالله الواحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد كويس وهو ضابط الكل الشر بقى هو غياب أو فساد ما هو خير يعني الله خلق الانسان ولما خلق الانسان وراء الله اذ ما صنع اذ هو حسن جدا حسن جدا very good كويس فما كانش فيه عيب طب ازاي الانسان بيصدر منه الشر؟ لانه فاسد كويس الله خلق النور وبدد بيه الظلام فلما يوجد الظلام يبقى الشر غاء النور غاب م. الله خلق الحياة هو موت الحياة فإذا وجد الموت يبقى الحياة غابت غابت م. فالشر هو غياب ال زي زي زي, زي مثلا تقول ايه البرد لما يسود م. يبقى غياب الدفء ال الدفء مش موجود او زي غرفه ف... طفينا النور منها ونزلنا الزرار بتاعها يبقى كده في ضلمه لكن الضلمه مش موجوده ده هو غياب النور اللي خلى الضلمه تبقى موجوده غياب النور خلى الضلمه موجوده موجود. فالشر في طبيعته هو م. غياب م. او فساد كوربشن حاجه فسدت م. بدل ما كانت تبقى أخير مش اصبحت مخلوقة. مش مخلوقة مخلوق هي مش مخلوقة فاسده هي مخلوقة جيدة لكنها فسدت اه فسدت فالفساد ده زي ما زي فساد الانسان فساد الانسان فسد نتيجه الخطيه يبقى مش مصدره الله يبقى مش مصدره الله لان الله ما بيخلقش يبقى فساد يبقى الشر ما هو النقطه ايه م. البعض برضو استخدم الجزء ده علشان يثبت بوجود الله م. قال ايه قال بما ان الله خالق كل الاشياء م. وكل الاشياء اللي موجوده اشياء في طبيعتها ماديه م. هو الذي امر فصار م. يعني وبما أن الشر ليس شيء مادي يبقى الله ليس خالق الشر. هو الشر. كويس؟ لكن هي الفكره الطبيعيه عن الشر انه غياب. طب امتى الشر يغيب؟ لما الخير يزداد. بالزبط. طب امتى الشر يزداد لما الخير يغيب؟ دي يعني هي دي آه دي نتيجه دي ودي دي نتيجه دي. دي. امتى الظلم يزداد لما يغيب العدل؟ امتى العدل يزداد كويس العام العدل يزداد يغيب الظلم يعني امتى الرشوه تزداد لما يغيب العداله لما العداله مش موجوده او الفساد الانسان مم. فكلها هي ازدياد ونقصان مم. عمليه يعني اه, مرضية. آه. فلما نيجي للجزء بقى في الشر الفلاسفه بيقولوا لنا انه الشر نوعين وعلى فكره ده مش تعريف الكتاب آه. انا بتكلم على دايما دايما سواء الموضوع ده سواء اللاهوتين او الفلاسفه بيحاولوا انه يجمعوا الاشياء دي تحت مسميات تساعدنا على الفهم الشر نوعين في عندي شر بسميه شر اخلاقي وبتكلم عنه بالتفصيل اتفضل كويس وفي شر اخر اسمه الشر الطبيعي أو شر اخلاقي الصبع. او كوارث طبيعيه انا بتكلم برضو على كلمه الشر م. لما نيجي بقى للشر الاخلاقي آه. الشر الاخلاقي بيشمل ايه الشر الاخلاقي بيشمل القتل انا انا مش حاططهم كلهم هنا حاطط بس انواع علشان تفهمنا القتل امثله 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 القتل العنف بانواعه سواء العنف اللفظي او العنف الجسدي كويس verbal abuse او physical abuse بنسميها يعني السرقه م. الطمع الغيره الحسد الانتقام الزنا العنصريه بانواعها الاخر. انا بكره ابيض بكره الاسود انا بكره الجنس ده بقبل الجنس الكذب السرقه الشهادة الزور الظلم الرشوه ممارسه الفحشاء بانواعها الشواذ الجنسي كل هذه بنسميها شرور اخلاقيه ليه شرور اخلاقيه؟ لانها في اساسها خطيه بتعتبر تعدي على الوصيه الالهيه. مم. يعني انا ممسك امسك النهارده الوصايا العشر مثلا في تكوين 20 واقول واسمع كلام الرب لا تقتل، لا تزني، لا تشهد على قريبك زور، يبقى القتل والزنا والشهاده على قريب زور هي كسر الوصيه الالهيه، كويس؟ فكل خطيه فيها تعدي على الناموس الالهي هو شر بيرتكبها الإنسان عن عمد وبإرادة حرة، عمد وإرادة حرة، كويس؟ عشان كده الدول بيسموهم إيه؟ مورال ايفل شرور أخلاقية، مصدر الشر الأخلاقي بقى مين؟ مين اللي مصدره؟ جاي منين؟ يعني القتل جاي منين؟ السرقه جاي منين؟ الزنا جاي منين؟ ممارسه الفحشاء جاي منين؟ الحسد جاي منين؟ كل ده ما احنا لو عرفنا المصدر نقدر نقول هل المصدر دون يعني ليه علاقه بالله ولا ملوش علاقه بالله؟ بالضبط. كل هذه الشرور تنبع من القلب من قلب الانسان كل فكر بطال بينبع من قلب الانسان، ال... القلب ال... الذي فسد م. واصبح مصدر لكل الافكار والافعال الشريره عشان كده الرب يسوع قال ايه؟ م. رب يسوع نفسه قال م. كده لان من القلب من جوه الانسان هو مش بيقصد بالقلب هنا العضله كويس مش بيقصد العضله لكن بيقصد انه داخل الانسان الداخلي جوه م. الانسان الكيان الانساني جوه تخرج افكار شريره قتل زنا فسق سرقه شهاده زور تجديف يبقى بتنبع منين من القلب طب ايه بقى مشكله القلب إنه فسد طيب مش ربنا هو اللي الإنسان؟ يس، yes. ربنا أم... هو اللي خلق إنسان لكنه فسد بإرادته بإرادته الحرة بإرادته لما ربنا قال إنه يوم تأكل منها موتا تموت، الإنسان اختار إنه يعصي الله ويكسر وصايا الله ويختار الموت على الحياة، وبهذا اجتازت الخطية والموت إلى كل الجنس البشري، أنا أصبحت ملوث، قلبي أصبح ملوث م. إمتى أول حادثة قتل حصلت؟ قايين بعد الجنة مم. بعد ما طردوا من الجنة قايين طب عمل له إيه أخوه؟ ظلمه؟ لا طب أنا في سؤال ملح طب يعني معلش ما دام ملح هاخده لو مش ملح ملح جدا بصراحة <applause> حضرتك ذكرت أمثلة للشر الأخلاقي مم. أول مثل حضرتك قلته القتل وبعد كده قلت العنف والسرقة والطمع والغيرة والزنا والكذب والسرقة ليه الناس كلها بتلصق كل الامثله دي ما عدا القتل والمرض بيلصقوها لابليس اللي بيزني اكيد مقاد بروح ابليس اكيد بيزني لانه انسان شرير والشر من 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 اعمال ابليس فيه يا اشمعنا لما بيجي مرض ما بنحطوش في نفس الخانه ونقول ده كمان من ابليس او او ما حد يموت في العيله موته مش كويسه او موته صعبه نقول لا الله ما يعملش فينا كده؟ مم. ده بتاع مم. ابليس ودي اعمال ابليس ليه؟ ده سؤال يعني خليني يعني. خليني اتكلم شويه عن ابليس مم. هل يعتبر الشيطان مسؤول عن الشر؟ هل هل نقدر نلصق التهمه دي كده كلها بيه هو؟ هو الشرير طبعا الشيطان في الكتاب المقدس او ابليس هو مقاوم هو المشتكي على اخواتنا اتوصف في الكتاب المقدس بأنه هو رئيس هذا العالم رئيس الهواء كويس اتوصف في الكتاب المقدس أيضا بأنه المشتكي على إخواتنا الجزء الأساسي اللي بيعمله ابليس في حياة الانسان نعم. هو الشهوة ازاي ابليس يغريك. يريد انك تقع في الخطية فيغرى الانسان ويشتهي فيسقط في الخطية فيحكم عليه بالدينونة م. كويس فهو كل اللي بيعمله في تجربة الانسان هو إغراءه ليرتكب الشرور والآثام اللي هي إذا انجذب وانخدع من شهوته بالظبط فهو هو بيحاول انك يزقك في هذا الاتجاه طبعا قوة ابليس محدودة من الله م. يعني دايما دايما اوقات كتيرة حتى ممكن تسمع وعاظ للاسف يتكلموا كتير عن الشيطان وكأنه الشيطان يعني شخص مساوي لله الشيطان ليس كلي القدرة وليس كلي الفهم وليس كلي الوجود وليس كلي الحكم يعني, يعني الحاجات دي بتاعت ربنا هو كائن محدود م. كويس لكن هذا الكائن المحدود يمكن للانسان ان ينتصر عليه م. من خلال الايمان بالرب يسوع ومن خلال ايضا حياة الصلاة والتقوى والارتباط بالرب طبعا الشيطان بقوته وتجربته وإغراءه بيعتبر مسؤول عن كثير من الشرور كويس ولا من الشرور ولا كل ما هو اسم لا 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 لا. شرور من الشيطان الشرير بهوس هو قتال منذ البدء كويس ذاك قتال منذ البدء هو مش عايز يروح البحيره المتقده بالنار والكبريت لوحده فهياخد على قد ما يقدر من الناس كويس؟ هو بيستخدم اشخاص كاداه. يعني هو ليه ناسه. ليه الايجنت بتوعه، الناس اللي اسلموا حياتهم م. للشرير، في ناس اسلمت حياتها للشرير. م. هو عنده مملكه منظمه من ارواح شريره وارواح نجسه بانواع مختلفه. كويس؟ هو هو بيشتغل ب لله ومقاوم للمؤمنين. لذلك كان ابن الله ينقض كل اعمال بالضبط. طول ما ماشي. يبقى نقدر نقول انه حضرتك عايز تقول انه طاعتي لابليس هي سبب كل الشرور اللي بتحصل في حياتي آه استسلامي لابليس يس وطاعتي لابليس وعدم, بيقضني. وعدم خضوعي لمشيئه الله في نفس ده الوقت. صح بس هذا لا يعفيني من المسؤوليه يعني انا ما اقدرش اقول ايه م. ما اقدرش النهارده اللي اصله يعني الشيطان غريني م. اه وبعدين ما هو خلاص انا طعت اه, آه. انت مسؤول ما انا بقول طاعتي لابليس آه. يعني اختياري لمشيئه ابليس هي في نفس نفس اللحظه هي عدم خضوع المشيئة الله فبالتالي انا ما اقدرش الصق اي حاجه فيها شر واقول ربنا سمح بيها لا صح لانه هنتكلم عن الجزء ده م. لان كل الشرور الاخلاقيه نبع منين من شهوتي من شهوه الانسان و... وابليس بيعمل ايه بيغريك اكتر ويحطك في تجربه اكتر بتعمل الديل معاه وبتعمل الديل معاه كويس م. فهو بيحاول انه يصور ليك ان الشيء اللي انت هتعمله هو هيسدد كل احتياجات يعني المراه لما نظرت الى الشجره كانت ايه بالنسبه لها؟ جميله المنظر كميلة شهوه العيون شهيه العيون هو حسسها انه كل الحكمه اللي ربنا عايز يدهالك ومش عايز يدهالك كويس يعني تسيرانك الله موجوده فين؟ في الثمره دي فهو بيحسسك ان انت لو عملت الشيء ده انت يعني هتوصل لمستويات يعني الله بريء من القصص دي حتى الله. القتل النهارده الجماعات م. الارهابيه ما هو ابليس بيعمل ايه ابليس قد يعني اعمى عيونهم لكي لا يبصروا فاقنعهم انه علشان تروح السماء م. وعلشان تدخل الـ الـ جنة. الجنه انت عليك انك تقتل آه. وكانه انا بقتل علشان اعمل اوصل لله أنال الحياة يعني آه. انا للحياه يعني انا للحياه ده 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 ضلال ابليس ده كيس بابليس م. لان الله قال من البدء لا تقتل ومن ضمن ضلالات ابليس الاقوى بقى على العقول انه بيخلي زي لعبه الاسف يعني للتشبيه لعبه صلح اللي هي مين اللي ضربك لا مش انا وانا اللي ضارب فانت تشاور على الغ... على الانسان الغلط وتتهمه بانه هو اللي مرضني وهو اللي جاب لي الف... مع في حين ان الله بيشفي بس في حين ان الله حضرتك بتقول خير بس آه آه وحياه بس المرض والحاجات دي لازم ندركها ايضا ان احنا آه برضو مش كل مرض من ابليس م. ليه هذا اخطا ام ابواه لا هذا اخطا ولا ابواه الرب قال بكل وضوح اه طبعا يعني يعني طب بولس ما كان عنده ضعف في الجسد ملاك الشيطان بالضبط هل ضعفه ضعف الجسد ده كان نتيجه خطيه لا لا كانش نتيجه خطيه لكن تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف بتكمل كويس فما اقدرش اقول ان كل مرض في حياه الشعب او حياه المؤمن او حياه الانسان هو من الشيطان م. لكن اقدر اقول انه العالم وضع في الشرير دخلوا المرض نتيجه الخطيه فانا لان عايش في العالم جسدي هيتعب انا لو بشرب ميه من النيل كل يوم كليتي هتبوظ بالضبط سواء اردت او لم ارد بالزبط. يعني يعني انا لو بشم كل يوم دخان عوادم عربيات صحتي هتقل الانسان اللي عايش في اليابان م. بيعيش اطول سنا من انسان عايش في حته تانية م. فانا ما اقدرش اقول انه في امراض كمان في بلاد وشعوب يعني مثلا ليه مصر من اكبر البلاد اللي فيها فيروس سي تلوث كويس ليه مصر فيها اكبر اكبر بلد من اللي عندهم فشل كلوي م. م. ليه مش البلاد الثانيه لان انا عايش في مجتمع فاسد م. م. انا عايش في مجتمع والجسد خيمة مم. الخيمة دي لو انت نصبتها مم. في الشمس كل يوم لمدة 15 سنة لونها هيتغير هتدوب. نوعية القماش نفسه هتدوب الوهن الجسد عشان دي خيمة تتغير فأنا كمؤمن لازم أقبل برضو مم. إنه في يوم من الأيام أنا همرض وفي يوم من الأيام هترك الجسد دون وفي يوم من الأيام دون هترك العالم حتى إن كنت قديس حتى لو يعني أه. كل المؤمنين مروا بكده ده مش حاجه يعني جزء منها كده مين بقى مين بقى اللي يعرف ان المرض ده خطيه ولا مش خطيه الشخص نفسه اللي بالروح القدس هو اللي يقدر أيوة. روح الله يبكت الانسان على خطيه فان م. كان في حياتي خطيه الرب هيجي يقول لي اشرف في كذا وكذا وكذا ينبغي ان تتوب عنها م. لكن انا مش هقعد احكم على كل مرض أيوة. ده كح النهارده ليه أيوة. كح اصله هو امبارح عمل كذا فربنا النهارده أيوة. بيديله على دماغ على فكره أيوة. الفكر ده فكر غير طبعًا. كتابي طبعا غير كتابي بس حضرتك قلت في جزء منه بيبقى طبعا انا مش نتيجة بقول نتيجه ما المشكله انك تعمم المشكله انك تعمم يعني مثلا واحد بيشرب مخدرات ده بحريته شرب فبالتالي مات احنا احنا كمصريين او جاله امراض اقول لك حاجه احنا م. مثلا كمصريين اشهر حاجه عندنا ايه؟ آه آه انه وانس ان انت حسيت ببرد م. تنزل الاجزخانه وتجيب انتي مضاد حيوي م. وممكن ايه تجيبه ثلاث اربع مرات في السنه م. تعرف ان المضاد الحيوي ده, ده, بعد فتره بيأثر عليك تعرف ان كتر المسكنات بتاثر على الكبد فعلا. وتأثر على الكلى فعلا تعرف الحاجات دي ولا طبعا. يعني يعني واحنا آه عارفينه آه بيعمل كده برضه اه يعني يعني ف عشان حتى هنا في بلادنا الغربيه انت ما تقدرش تاخد مضاد حيوي غير لما الدكتور نفسه هو اللي يكتبه لك ما ينفعش تشتريه كمان وساعات ابقى مريض وما يدينيش <applause> ما انا ما ينفعش تروح تشتريه لا لازم صمع. يكون الدكتور هو اللي كاتبه ليك الفكره انه اوقات كتيره في حاجات احنا بنلزقها بالله ما بتكونش من الله، واشياء بنلزقها بابليس وما بتكونش من ابليس. جهلنا بال يعني... بال بالتدقيق اللي حضرتك بتفصله ده هو اللي بيخلينا نقع مع الله بقى. ونلصق فيه كل كل حاجه، انت شايل الشيله يا رب بقى. يعني انا اعرف ناس مثلا يعني هلك يا و... شعبي لعدم المعرفه. اعرف ناس يعني معرفه شخصيه م. يعني دخل مستشفى وكان عنده مرض بسيط وعملوا له عمليه بس الابره ما كانتش نظيفه. أنا بتكلم على 20 30 سنة مات حاجة تافهة جدا يعني فاتنقل له فيروس سي فدمر الكبد طب دون لو في بلاد بره ما كانش حصلت له كده نعم. يعني يعني فده مش هل دون من الشيطان؟ هل دون من حطب. الله؟ أقدر أقول إنه ده من الله أقدر أقول الله مسيطر على كل الأشياء، الله مسيطر على كل الأمور، هو ضابط الكل لكن ما أقدرش ألزقها بالله لازم احط المسؤوليه على هو صاحب المسؤوليه فعلا. فكل الشرور اللي بتحصل في العالم من 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 امور زي احنا اتكلمنا آآ يعني الشر من العالم اصلا مليان بالاوبئه ومليان بال... العالم نفسه وضع في الشريط كويس والرسول بولس قال ان الخليقه نفسها تان وتتمخض ففي مؤمنين الخليقه بمؤمنينها بكل, بكل اللي بكل فيه بكل. واحنا جزء من الخليقه جزء منها هنقن. وبناخد دواء زي الناس الطبيعيه عادي وكل وباخد برد عادي وباخد تطعيمات وبعمل عمليه وباخد تطعيمات و... ضد البرد عادي يعني كل ده شيء طبيعي اه اصل في ناس عندها هسهس كده اي حاجه زي ما حضرتك بتقول يقول لك اه انا في خطيه في حياتي يا عم ما فيش خطيه ولا حاجه انت ممكن تكون انسان كويس كل حاجه بس انت انسان طبيعي يعني خدت شويه برد ولا نمت ولا رقدت يعني هيسهس كده بيعمل أنا... قالوا كلمه هسهس هس آه. ده. <applause> ده, بيعمل راحه نفسيه الانسان آه. يعني شوف بيفهم. الرسول يعقوب قال لنا ايه قال لنا ايه م. لا يقل احد اذا جرب هو على فكره في اصحاح واحد في نفس الاصحاح قال احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. وكانه بيناقض نفسه طب انا في الجزء الاولاني احسبه كل فرح وهنا بتيجي في عدد 13 تقول لي ان الله لا يجرب بالشرور. ما هو في آه. العدد اللي قبله ما قالش من مين التجارب؟ بالظبط في 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 احسبوه كل فرح لما تكون الالام اللي انت داخلها انت مش سبب فيها. اه اضطهاد انت مش سببه. آه. مرض انت مش سببه. معاناه معينه انت من سببها ناخد مداخله تليفونيه آه وما طبعا. تنساش يا اسيس كنا واقفين فين يعني معانا ابو علي اهلا بيك اخ ابو علي اتفضل اهلا اهلا بيك يا بيتر وكل سنه وانت طيب وانت بخير وسلام ودكتور اشرف كل سنه وانت طيب كل نعم؟ سنه وانت طيب اخونا الغالي الله يخليك انا طبعا بسمع على الـ <متظم> أمراض الكلى والمالية وكده بس أنا عايز أتكلم عن حاجة ثانية أولا أخذ الفرصة دي إن أنا أقول لكل أهالي الضحايا والمتضررين في في مصر في الأيام الأخيرة نعزيهم بالتأكيد <مم> كقناة وأنا كمان كشخص كمان نيابة عني وعن القناة <مم> آه الشيء الثاني انه آه في آه في موضوع مهم بالنسبه للي انتم بتقولوه المرض اللي موجود هو مش مش بس مرض يعني آه الناس مريضه بيه هو في م. اصلا ناس حمل الفيروس ومشي فيه اللي هو الارهاب اه اللي طبعا. هو اقناع الناس باقناع الناس بانه هذه هي اراده الله صح وطبعا بعيده كل البعد عن الله لأن الله محمد شور خلاص يعني بدون نقاش وانا إيه ما اعتقد انه الناس اللي بينفذوا العمليات الارهابيه والقتل القتل و... و... وكل المرض اللي احنا شايفينه ده هم م. اصلا اكبر ضحايا اكثر ضحايا من القاتلين من المقتولين صح صح يا yeah. لانه بعد ما هو ينفذ عمليته الشيطان بيضحك صح بيقول له انا جبتك اهو اه, آه وبعدين لو واحد بيتمسك في السجن طول عمره في, في السجن و... وخلاص وانتهت حياته اما من اقنعه بهذا وفلسه بيطلع تلفزيونات وعن فضائيات آه. وبيقول له وبيقولوا له ده حلال وهكذا كان يفعل الرسول وهكذا كان آه. يفعل الصحابه ومره الرسول اكل فلان واضع راسه وطبخه م. ولا مش عارف اللي ايوه بيجيبوا احاديث منها صحيحه ومنها صح ومنها, ومنها الغلط آه. ومنها الاسرائيليات ومنها البرازيليات <applause> يعني ولكن في الاخر ان هم اللي بيزرعوا الافكار دي اللي بيطلع بيطلع لهم كتب وبيطلعوا فضائيات وبيطلعوا محاضرات وبيطلعوا اصلا معززين مكرمين واولادهم بعربيات فخمه بيروحوا و... و... واحد منهم راح طب يا, يا... يا اخي يا... اللي انت بتقول انه أقرب وأسرع طريقة إلى الجنة هي الجنة، طب أنت ما بتروحش تجتهد ليه؟ آه. عشان نشوفك بسرعة، بسرعة آه. رايح الجنة، آه. احنا بنتمنى لك الجنة. أيوة. و... يعني زي ما بقول بارك الله فيك وجعلك من أهل الجنة سريعًا. <applause> ب... يعني بصراحة حاجة تكسف. طبعًا طبعًا مح... محاربة محاربة الإرهاب ليس مح... محاربة الإرهابيين. أه. أولًا هي المفروض تبتدي بمحاربة الايديولوجي الفكر بالزبط. آه الـ الـ المسيحيه مرت بامور زي كده آه انه لما كان المفروض يبقى في تغيير ابتدأ التغيير بالايديولوجي اولا آه. ترجم الكتاب المقدس أيوه. الى لغه الشعب اه تفهم الشعب ورغم انه في كان وقت اضطهاد احنا ما بنكرش ان في وقت اتحاد في التاريخ المسيحي ايوه لعدم المعرفه لما الشعب عرف اه ابتدى يكون ودي وقتها اوروبا منفتحه على كل حاجه على بالزارة. كل حاجه بالظبط واحيانا بنشوف ان هي منفتحه اصلا زياده عن اللزوم آه ولكن ما فيش مشكله لأن احنا دستورنا في اوروبا وفي امريكا دستورنا احيانا بيبقى ضدنا ولكن آه. احنا بنلتزم بالدستور صح صح اما الدول اللي الشرق الاوسطيه والدول العالم الثالث مفيش الدستور الدستور هو بالزبط. دستور الناس اللي هم بيدوسوا العلم ايوه ايوه فعلا للاسف الشديد مفيش حاجه في القانون بس يقول لك لا آه. قال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول بالظبط و... ولو قلت حاجه ثانيه انت فعلا اشكرك متشكرين مشكر يا ابو علي وكل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب وانتم طيبين ورب يبارك نلاقي دواء نلاقي دواء آمين. تكيب. هو موجود 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 موجود, موجود. <applause> موجود. الرب يسوع نفسه هو مو... الدواء احنا عندنا طبعا اعظم آه. اعظم طبيب, ور... طبيب. يسوع صح. نفسه. اكيد اه دي حقيقه الرب يفتح القلوب وينور ال... الاذهان وانجيل المسيح آه يسود على القلوب ويغيرها أمين. أمين. وده وده الخبيق. هدفنا في قناه الحياه بنشكرك لمداخلتك اخ ابو علي شكرا شكرا فعلا النقطة اللي اتكلم عليها انه يعني روح الضلال لما تسود على شعب وعلى ناس تهلكهم تهلكهم والتعليم الشيطانية هي تعليمة التي تدفع الانسان الى القتل يعني يمكن زي ما قال ابو علي انه الارهابي ده ضحية زي ضحية زي أي ضحية تاني بس هو ضحية الفكر وضحية الظلم والأكاذيب اللي صدقها الظلام والأكاذيب اللي عاشها وبيصدقها لكن اللي يدرس واللي يبحث عن الله واللي يسأل هل فعلا القتل وقتل الأبرياء ده بيوديه للجنة طب ليه المشايخ المشاهير اللي بينادوا بالجهاد بيتعالجوا في أوروبا يودوا مدارس وولادهم مدارس أوروبية وأدخل مستشفيات ليه ما يروحش هو الجنة إذا كانت الجنة آه كما هو يدعو يعني لو تفتكر ليها. يا دكتور اشرف انا عارف ان الوقت يعني بس لو تفتكر أخي أبو علي وهو بيتكلم ذكرني من من شهر او من شهرين م. مش متذكر قوي في في الفتره دي كان في حوار عامله الاعلامي آه عماد اديب مع ارهابي مسكوه في سينا آه في بعد معركه ما بينه وما بين الامن ومسكوه وقبضوا عليه جابوا في حوار معاه وكان بيسالوا كل الاسئله اللي احنا مم. بنسالها ديت وانت بتعمل ازاي كده وما بي... ما انكرش ان هو ما زال حتى هو مقبوض عليه مصدق هذا الفكر. آه الفكر قال له قال له انت قال له اه طبعا الناس بتقتل انتوا كل ده لازم كل دول كفره دي عقيده شبعان منها زي ما بيتكلم اخ ابو علي انه فيروس فعلا خطير جدا ده اخطر آه من يعني كل الفيروسات طبعاً. بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها لانه ده مدمر دم دم البشرية أنا صعب عليا آه. يعني أنا بتفرج عليه ما قلتش زي ناس كتير م... آه ده لازم يعدم ده لازم منه لله والكلام ده بالعكس ده أنت أسير فيروس أو أنت تحت سلطان فيروس خطير عليك مدمرك فكرياً م. ومخليك مصدق أكاذيب لو هو قالوا له هنطلقك حراً بس توب مثلاً على الأفكار دي لهم لا أعرف الرب يسوع كان عنده النظرة دي آه مع أنه اليهود والأمم وبيلاطس وغيره وغيره كانوا دفعوا الشعب انه اصلبوا 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 الا انه الرب يسوع وهو على الصليب قال عبرته المشهوره يا ابتاه اغفر لهم لانهم, لا, لأنهم لا, يعلمون. لا يعلمون ماذا يفعلون م. ده حال كل انسان بعيد عن المسيح م. هو بيعمل ما يعمله لانه بعيد عن المسيح هو لا يعلم وصلاتنا ان هو يعلم م. انه صلاتنا ان الرب يفتح قلبه بالروح القدس فيدرك محبه المسيح وغفران المسيح والنهارده الرب بيعمل في كل مكان وبيجيب ناس ليه وده ده, ده الشيء اللي اللي يوقف الشر انه انه لما يدخل نور المسيح الظلمه تتبدد يعني لما بيدخل الانجيل الى امم وشعوب الظلام اللي فيها بيتبدد واحنا بنصلي انه الرب يشرق بنوره على بلادنا الشرقيه يبدد كل ظلام وكل قتل وكل روح ضد المسيح مين؟ نيجي لسؤال انا عارف اه انا عندنا عشر دقائق بس أوه. خليني خليني اقول انه هل الله سلطانه مطلق طبعا الله سلطان مطلق مم. على الاحداث هو يغير الاوقات والازمنه يعزل الملوك وينصب الملوك مم. هو المتحكم في مم... او المتسلط في مملكه الناس لكن في نفس الوقت سلطان الله المطلق ما بيلغيش مسؤوليه الانسان. م. يعني يعني آه خلينا اخذ مثل بسيط فضل. شر اخوه يوسف اه وعلاقته بسلطان الله. م. الله كان اظهر ليوسف في احلام مرتين م. كويس أن يوسف هيبقى رجل عظيم واخواته هييجوا يسجدوا له الى اخره كويس الله قادر انه يحقق الحلم دون ليوسف طبعا. يجعله حقيقه لكن في نفس الوقت اخواته ظلموه فبعوه كعبد حسدوه وبعوه كعبد زوجة فوطيفار ارادت انه ترتكب معاه اثم فرفض فظلمته واتهمته ظلما وسجنته آه الخباز وساق الماء يعني آه في السجن قعد معاهم سنتين برضه نسيوه يعني مر بظروف كتيره هو لما قابل اخواته قال عبارته المشهورة م. أنتم قصدتم لي شرا م. أنه ظلمكم لي كرهكم لي بغضكم لي آه رغبتكم في قتلي رمي في البير آه محاولتكم للقتل لي أما الله فقصد بهذا الشر هل الله هو مؤلف الشر لا مؤلف الشر إخوته أنتم بطا... إخوته ب... بن... بنصيعهم وطاعتهم لإبليس بالضبط لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا يعني الله استخدم هذا الشر لكي ما يتم مقاصده في حياة يوسف لكن هل إخوة يوسف هيحاسبوا على شرهم؟ يس طبعا هل هم مسؤولين عن القتل والظلم اللي سببوه؟ يس طبعا هل الإرهابي دوا مسؤول عن ما يفعل أمام الله؟ مسؤول كويس؟ عشان كده يقول إيه؟ النص ده ما بيقولش إنه الله قصد ليوسف أن يتباع ظلما لا ولا بيقول لنا ان الله قصد انه بهذا الشر ان يكون له خير، ما بيقولش كده، الله حول هذا الشر للخير. حول الشر اللي من ابليس من خلالهم طبعا بالزبط. وبتعاونهم مع ابليس، حوّلوا لخير حولوا يوسف. حوّلوا لخير يوسف. لخير يوسف. وخير يوسف وخير اللي جم بعد يوسف. مم. مم. مش بس كده للشعب كله. مم. فدي حاجه، هل هل صلب المسيح عمل خير؟ لا. صلب مع انه مع انه صلب المسيح معروف سابقا قبل تاسيس العالم مع انه خطه الهيه لتتميم الفداء والخلاص مع انه يعني المسيح اتى لكيما يحمل خطايانا ويموت نيابه عنا على الصليب ويصير لعنه من اجلنا لانه ملعون كل من علق على خشبه لكن لما يجي بطرس الرسول ويتكلم عن الموضوع يقول لانه بالحقيقه اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس مسؤول بيلاطس مسؤول امم وشعوب اسرائيل مسؤولين ليفعلوا كل ما سبقت سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكونوا. طيب هنا سلطان الله المطلق ان الله يعني الله ضابط الكل وبيحقق المقاصد الازليه بتاعته اعفى بيلاطس من مسؤوليته؟ لا اعفى هيرودس من مسؤوليته؟ لا هل حادث صلب المسيح حادث بشري؟ لا ده قصد الهي قصد الهي عشان كده اوقات احنا مش, مش بنشوف احنا مش بنشوف كل الصورة يعني احنا مع المتالمين بنصلي لاجلهم وفي كل حادث ارهابي بنصلي فعلا من اجل المتالمين والذين بيعانون والأسر الاسر الاسر قلوبنا فعلا بتتمزق من اجل مش بس من اجل اللي بيموتوا جوه الكنائس لكن كمان اللي بيموتوا جوه الجوامع من غير ما يكون لهم ذنب طبعاً يعني طبعاً. يعني يعني الحادث بتاع الجامع وسينا آه. ما احنا كلنا قلوبنا تمزقت على اخواتنا اللي اتشردوا في, في العراق والبيوت اللي اتدمرت في العراق بالظبط صعب جدا. المسلم والمسيحي مذبحها آه. المسلم والمسيحي اللي ذبح في سوريا م. واللي ذبح في اليمن أي واللي ذبح في العراق الانسان عموما ما كلنا بنتالم مع اخواتنا المتالمين انسان كويس لكن هي النقطه الاساسيه اللي احنا بنتكلم عنها انه الله ضابط الكل هو له الكلمة الأولى والأخيرة وفي الله. وسط الظروف الصعبة ربنا بيحول المر م. يعني يخرج من الآكل أكلًا ده سلطانه بقى يخرج من الآكل أكلًا ومن الجافي حلاوة آه الشر الطبيعي ما عنديش وقت أتكلم عنه بس هو بيتكلم عن الزلازل م. والبراكين بس أنا ده مش بسميه شر ما أقول أيوه؟ لكم طقسيه سيئه بتحصل لكن خليني اقول ليه الله بيسمح اوقات كتيرة بالشر او بحدوثه الله ان الله مش بيريد انه يسلبنا حريتنا هو اعطى الانسان حريه والانسان بيختار لكنه هيدين الانسان على اختياره اختياره حاجه تانية احنا عايشين في عالم ساقط سواء اردنا او لم نرد لازم نقبل الحقيقه دي علشان نتطلع إلى البيت السماوي أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس لا بالمجد العتيد أن يستعلن فكل الخليقة تئن وتتمخض معا الألم أكتر حاجة بتقربنا لربنا صدقني أكتر حاجة بتخلي الإنسان يخرج أجمل ما فيه هو الألم وأكتر حاجة تقربه للرب هو الألم أختم بيه أنا عارف أن الوقت خلص صدق. أو قرب يخلص اتفضل وقدامنا كام دقيقه بس الصليب والتجسد واحنا الايام دي بنحتفل بتجسد شخص الرب يسوع المسيح م. بيقول لنا ايه كمتالمين بيقول لنا ان الله قريب مننا جدا م. عمانوئيل م. الله ويدعى اسمه ايه عمانوئيل. عمانوئيل يعني ايه عمانوئيل الله معانا الله مش ساكن السماء الله مع الاسر المتالمه طبعا. موجود معاهم طبعاً. الله مع المجروحين موجود معاهم الله مع الخائفين وال... والمضطربين موجود مضطهدين موجود معاهم، الله ليس عنا ببعيد هو ده. قريب جدا نعم. وانا عايز اشجع كل انسان انه ربنا قريب منك نعم. بيسمعك هو عمره ما تركك ولا هيتركك نعم. ابدا. نعم. الحاجه الثانيه الصليب هو نصره العداله والحب. الحب انتصر ولا الكراهيه؟ الحب حب وهينتصر لانه مملكه الله بتزداد، الناس بتقبل الرب يسوع ومملكه الله بتزداد والظلم والقتل هيجي له وقته ايه؟ ويختفي. حاجة الثالثة الصليب بيعلن طبيعة الله الذي نثق فيه، الذي استطاع أن يعني يتمم مقاصده الأزلية حتى في أشر الظروف وأقصاها قسوة في الصليب. أمين. كويس؟ أمين. أر إدر. حاجة الرابعة والأخيرة لنا في المسيح الذي جرب وتألم شفيع يعين المقربين لانه تالم هو يعلم مدى الظلم والالم والخيانه وكل المعاناه اللي مر بها البشر والغدر هو يعلم هذا ويستطيع ان يعين المقربين امين دكتور اشرف واختم وأكد على كلام حضرتك في الاخر في اقل من دقيقه حابب ادعو كل اللي تابعنا النهارده وكل اللي كان حيران وكل اللي عنده لبس ادعوك انك تروح لكلمه الله م. افتح شوف اتفرج على المسيح بيعمل ايه؟ وبيحارب مين؟ واعماله شكلها ايه؟ شم ريحته خش في عمق مع علاقته وانت تعرف اعماله هتميز بعد كده هو هلك ليه شعبي لعدم المعرفه م. لان كل ما انا ببعد عن معرفه المسيح ببعد بالتالي عن معرفة الله لأن المسيح هو كل ما في الله كل ما في الله من صلاح بشوفه في المسيح من محبة من خير من كل أعمال صالحة فبعرف بعد كده ميز ومحترش وأشوف الأحداث من حواليا وأميز وأقول ده من الله ده عمره ما يكون من الله م. فأقدر أكون ما عنديش لبس وما عنديش أي انزعاج داخلي فبصلي من اجل كل المتالمين ان رب يرسل لهم بالروح أمين. القدس تعزيات لقلوبهم ولبيوتهم في اسم يسوع أمين. الى ان نلتقي معكم في حلقه قادمه صلوا من اجلنا ليكم مننا كل الشكر